طريق من غرفات فندق أنوار الضيافة إلى ساحة الحرم. السلام عليكم. كان فندق السرايا أجياد للأسف مغلق. فندق أزكى الصفا. فندق الميريديان. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. اليوم 4 رمضان 1443 هجرية. فندق الماسة 4 نجوم. أبراج الصفوة طبعا أمامنا، أبراج الساعة، باب الملك عبد العزيز، الطريق من الغرفة إلى ساحة الحرم تقريبا 5 دقائق.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.